بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحقيقة في هذه العجالة راح أتكلم عن ثلاث أنواع من أشهر أنواع البطاريات اللي تستخدم في الأنظمة الشمسية. هذه الأسئلة أو هذه البطاريات تيجي عليها أسئلة كثير، أيهم أفضل وأيهم يعني يستحسن أن نستخدمها في الأنظمة الشمسية. وحقيقة أنا حاولت ألخص الموضوع هذا وأقارن بين الثلاثة أنواع في أربع أشياء أو أربع يعني مفارقات. أولا البطارية الأولى هي زي ما هي واضحة، اللي هي البطارية الحمضية أو احنا نسميها بطاريات الحمض والرصاص أو بالإنجليزي الليد أسيد، اللي هي الفلوديد. كلمة الفلوديد يعني أنها قابلة أنها للإنسكاب، يعني يتم تعبئتها بالمادة الحمضية ومعايرتها بالماء المقطر. وهذه حقيقة عمرها تجاوز 100 سنة الآن، وهي يعني صارت ناضجة جدا في السوق واستخداماتها كثيرة، وتستخدم أيضا في الأنظمة الشمسية. عندنا نوع ثاني من البطاريات تسمى البطاريات الحمضية، ولكن من نوع اللي يسمى الـ AGM اللي هو الأبسوربد جلاس مات، هو حقيقة نفس النوع الأول، ولكن الحمض هنا موجود على شرائح من الألياف الزجاجية متشبع فيه، وبالتالي هذا النوع حقيقة يعني ما له أغطية، يكون يجيك مغلف تماما، وبالتالي نفس المادة الحمضية اللي موجودة في النوع الأول هي أيضا موجودة في النوع هذا، ولكن راح نعرف الاختلاف البسيط فيما بعد. النوع الثالث من البطاريات وهي بطاريات الليثيوم، وفيما بعد سميت الليثيوم أيون. حقيقة بطارية الليثيوم هي بطاريات لا زالت غير ناضجة، لا زالت في بداياتها، حتى وإن كان لها فترة طويلة نسبيا، إلا أنها لا زالت يتم الآن الإدخال عليها كثير من التقنية والتطوير. بطاريات الليثيوم كانت فيما سابقا تسمى الليثيوم، ولكن وجدوا أن بطاريات الليثيوم يعني سريعة الانفجار، وذلك حصلت كثير من المشاكل لهذه البطاريات في كثير من المنتجات. تذكرون السكوتر وكيف كان السكوتر ينفجر بشكل سريع، هذا سببه أن بطاريات الليثيوم كانت عند أي ضربة ممكن تبدأ تعمل تسخن فتؤدي إلى احتراق. لذلك تم تطويرها وصار عندنا في السوق حاجة تسمى أيونات الليثيوم أو الليثيوم أيون باتري. طيب خلونا نتكلم ونقارن بين الثلاث الأنواع، أشهر ثلاث أنواع من البطاريات هذه من حيث التالي. أولا من حيث الصيانة، بطاريات الحمضية النوع الأول هذه حقيقة تحتاج لصيانة ومتابعة دقيقة جدا، لأنها لها عبارة عن أغطية، يتم فتح هذه الأغطية ومعايرة الماء المقطر من كل فترة. بالتالي هذه بدون العناية فيها وبدون المعايرة ستتلف. الحقيقة هنا الصيانة حتكون متعبة شوية مقارنة مثلا بالنوع الثاني اللي هو البطاريات الـ AGM. الـ AGM هي حقيقة ما لها أي طريقة للصيانة لأنها مغلفة سيلد، يعني هي free maintenance battery، لذلك ما راح تتعبنا من ناحية، يعني لو في زبون اشتراها فمن الأفضل، وهو إذا كان ما هو خبير في البطاريات من الأفضل إنه نوصي بهذا البطاريات له. أيضا بطاريات الليثيوم هي من النوع الغير قابل للصيانة وسيلد. إذا هذه من ناحية الصيانة. أما من ناحية عمق التفريق، معنى عمق التفريق هو قد إيش مسموح لنا نسحب من البطارية، من شحن البطارية بدون ما تحصل فيها مشاكل أو أضرار على المدى القصير أو الطويل. فبالنسبة للبطاريات الحمضية عندنا عمق التفريق حقها أو ما يسمى Depth of Discharge DOD يجب إنه ما يعني يستحسن وليس يجب إنه ما نتجاوز 50% من الكاباسيتي أو من سعة البطارية عند استخداماتها. يعني دائما نحاول إنه نحافظ على 50% من شحن البطارية، ما يتم تفريغ البطارية تفريغ كلي. هذا الكلام هذا طبعا سيؤدي إلى مضاعفة كمية البطاريات. إذا كنت أحتاج بطارية فأنا في هذه الحالة راح أشتري بطاريتين، لأني ما راح أقدر أستخدم كامل سعة البطارية الواحدة.
نفس الكلام بالنسبة لبطارية الـ EGM، نفس الكلام، نفس العيب لازال فيها إنها ما تقدر تستنزفها إلى سعات أو إلى أعماق كبيرة. بالنسبة للليثيوم فهذه الميزة فيها إنها يمكن يعني استنزافها إلى عمق يصل إلى 80%، يعني أستطيع تفريغ البطارية واستخدامها بدون شحن حتى ما يتبقى فيها إلا فقط 20%، وهذه تحسب كميزة لبطاريات الليثيوم، لأن بطاريات الليثيوم تسمى بطاريات ذات كثافة عالية، وهذا معنى وهذه ميزة البطاريات الليثيوم. بالنسبة للعمر الافتراضي في بطاريات الحمضية الحقيقة، إذا تم استخدامها وبشكل جيد وعدم تفريغها بشكل جائر ومعايرتها بشكل مستمر بشكل جيد، فإنها ستدوم معنا من 7 إلى 10 سنوات، أي بمعنى تقريبا 1000 دورة أو اللايف سبان حقها أو دورة حياة، يعني 1000 تفريغ وشحن. بالنسبة للجي جي ام طبعا عمرها أقل بقليل من البطاريات الحمضية، يصل إلى 8 سنوات ب700 دورة. أما بالنسبة للليثيوم فيتجاوز عمرها 20 سنة بدورة حياة تصل إلى 5000 شحن وتفريق، وهذه ميزة. ولاحظ أنه كل الكلام اللي نقوله الآن هو كله ميزات للليثيوم. نيجي للسعر. على سبيل المثال لما قارنت بين 3 أسعار ل3 بطاريات من نفس السعة تقريبا، وجدت أن إحدى البطاريات الحمضية مثلا كان سعرها $150، في حين الـ EGM الحمضية كان سعرها الدبل $300. أما الليثيوم فقد يصل سعر البطارية من ذات سعة البطاريات الحمضية إلى أكثر من $1000، وهذا هو العيب الوحيد اللي لازال موجود في بطاريات الليثيوم، والذي إن شاء الله إنه مع التقدم في تطويرها سيتم الوصول إلى أسعار منخفضة في متناول الجميع. هذه كانت بشكل عاجل مقارنة بين 3 أنواع من البطاريات المشهورة المستخدمة في الأنظمة الشمسية. كان معكم فهد رفاعي، شكرا.